بس خلينا برضو مع الزمالك. وعايز اسالك تحديدا عن امام عاشور، رايك في المستوى اللي بيقدمه مع الزمالك؟ نضج حلو. نضج وعقل وهدي ومركز في اللعب وحاسس ان هو بقى قائد صغير في الملعب. يعني بينصح اللعيبه. شفت زيزو النهارده لما اعترض على الحكم راح واخده في صدره وبيبعده يا عيني امام، حاجه محترمه. انت فاهمني؟ لا نضج وفي الكوره لعيب متكامل بقى. يعني الولد ده لو حافظ كده على نفسه سنه اتنين ده نمره واحد في منتخب مصر، لانه لعيب رقم 8 اللي هو زي ما الكتاب قال. ايوه بيدافع ويهاجم ويروح يشوط ويجيب جوان ويدافع زي ما الكتاب لا قال. وكمان دلوقتي في الريال بيستخدمه كجناح اجنحه لانه وده مركزه الاصلي بالمناسبه الجناح. فعلا هو كان جاي من الناس بتنسى كده. يعني أيوة. ان هو ناس نسيت ان هو جناح اصلا. بس هو ابدع في الديفندر صح، ابدع في تحت الفرد مظبوط. الناقص حاجه واحده وانا متوقع ان في خلال لو اتزنوا هيلعبوه مساك يشتغلها يشتغلها النوعيه دي تشتغلها. اللي عجبني كمان غير امام عاشور زيزو. زيزو طبعا شوف زيزو قماشه مش حريفه قوي، بس بيطور نفسه كل يوم بيوم. أيوة. محترف صح صح. الماتش ده عايز 60% بديله 60% زيزو كده. الماتش ده عايز 100% بديله 100%. مظبوط. الماتش ده عايز 30% زيزو بتلاقيه 30% على قد الماتش صح. هو ده مش عيب. بس لما بيحس الماتش بيتزنق بتلاقيه بيدوس على نفسه. الماتش خلاص هدي والدنيا مشيت بتلاقيه. عجبني ان الراجل ما بيخليش لعيب نجم في الملعب. مش عشان اسمه زيزو ومكسر الدنيا ومكسب الزمالك يخليه 90 دقيقة. لا اشده صح. نزل مكانه مين؟ شيكابالا. شيكابالا